أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. عن بعض الدروس المستخلصة من تشرين وأخطائها، كتب صباح الناصري مقالا في صحيفة الميثاق الوطني، قال فيه: تشرين هي أول ثورة اجتماعية سلمية مدنية قبل أن تكون سياسية. تشرين نواة لبناء مجتمع مدني حقق في سنة ما لم يحققه العراق في عقود. سوح التحرير في كل المحافظات كانت عبارة عن جهاز هيمنة يجذب يصهر ويفرز علاقات في كل المحافظات، علاقات اجتماعية تحريرية تتجاوز الحدود الهوياتية التي هي العمود الفقري لمنظومة المحاصصة. بهذا المعنى تشرين تطرح المفاهيم وثقافة وسياسة جديدة من مثل القيادة، التنظيم، التواصل، التمثيل. الأسباب والمسببات لتشرين لم تتغير. ما تغير هو السياق بعد عجز وفشل المنظومة بقمع تشرين بشتى الوسائل. لجأت إلى ثورة سلبية من فوق للالتفاف على تشرين عن طريق إصلاحات ترقيعية معظمها فضائية والإيحاء بتنفيذ مطالب الثورة. هذا السياق يشكل خطورة من نوع آخر، تفريق صفوف الثورة، ربط البعض بالمنظومة، وأفراز قوى من داخل المنظومة تلعب دور البديل لتشرين. ليس بإمكانك أن تطلب من المنظومة الفاسدة نفسها أن تصلح نفسها. ليس بإمكانك أن تطلب من مجلس غير شرعي محاصصاتي أن يأتي بقوانين انتخاب وأحزاب عادلة. ليس بإمكانك الانتظار من قضاء مسيس أن ينفذ مبادئ العدالة. إن فعلت ذلك سقطت في فخ الأيديولوجية. ما خيارات المتظاهرين لديمومة الثورة والحفاظ على إنجازاتها؟ توسيع دائرة الثورة محلياً ودولياً، أخذ ساحات التحرير إلى كل زوايا الوطن، ربط تشرين بقوى وطنية ومثقفين داخل الوطن وخارجه، أي عملياً يجب الاتفاق على مبادئ أساسية ورؤية للثورة تحدد شكل القيادة ونوعية القادة، وضع خريطة طريق بجدول زمني محدد، التركيز على أهداف محددة تنجز عملياً. فلا بد من الدفع بالثورة إلى نقطة لا عودة، إلى نقطة مفصلية من عمر الثورة، ولا بد بالتزام وبتنفيذ ما اتفق عليه. عن المليارات التي تطير في العراق كتب علي حسين مقالا في صحيفة المدى، جاء فيه: لن أحدثك اليوم عن الاكتشاف الخطير الذي أعلنته كتلة دولة القانون، وهي تسمي ما جرى من سرقة لأموال الضرائب بالفضيحة، ولن أردد مع السيدة حنان الفتلاوي وهي تقول: في أي دولة محترمة يكشف بها سرقة بأقل من ربع هذا المبلغ تستقيل حكومات بل تودع في السجن. ويضيف الكاتب: أنا لم أعد أتابع التفاصيل وأكتفي بالبيانات التي تشجب وتستنكر، ويوما نجد الدولة عاجزة عن محاسبة مدير ضريبة قرر أن يتقاسم المليارات مع شخصيات نافذة، وأياما كلها فرهود. لن نعثر على رقم واحد وحقيقي للمبالغ التي نهبت من بلاد الرافدين. فاللعب بالأرقام سياسة حكومية مستمرة منذ أن أقسم السيد حازم الشعلان أن 8 مليون دولار التي ضاعت من صفقات السلاح هي مكافأة نهاية الخدمة. بعدها بدأت سلسلة النهب المنظم. أحدهم أخبرنا بأنه سيجعل العراق في مقدمة البلدان المصدرة للنفط، وأطلق تصريحه الشهير عن ثمار الزيادة في صادرات النفط. ثم أخذنا نسمع من الجميع أن العراق سيتفوق على دول المنطقة في الرفاهية وتحقق الحلم، حتى سمعنا ذات يوم العلامة نعيم عبعوب يسخر من دبي ويعلن أن البنى التحتية لبغداد أفضل من نيويورك. والآن هل تريد أن تسأل من سرق أموال الضرائب؟ أيها المواطن المسكين، عليك أن تسأل من هو المسؤول الذي لم يسرق، وأنت لا تنتظر أن يقدم السراق إلى المحاكمة بتهمة القضاء على آمال العراقيين ومستقبلهم. من يقدر من حضراتكم أن يعرف لماذا لم يقدم مسؤول كبير إلى المحاكمة حتى الآن؟
نرجو إفادتنا. تحدث تقرير دولي عن ظروف شاقة يتعرض لها الطلاب والأطفال في مخيمات النزوح، لافتين إلى خلو هذه الأماكن من وسائل الراحة، وكشف عن البدء بدروس لعلاج النفسي بإشراف منظمة اليونيسف. وذكر تقرير لمنظمة People in Need الدورية للإغاثة الإنسانية في تقرير جديد ترجمته المدى أن الظروف الصعبة التي يعيشها الأطفال والطلاب في مخيمات النازحين تتطلب تقديم دعم وجهود لتحسين الوضع التربوي والتعليمي والنفسي لديهم. ومضى التقرير إلى أن الطلاب والمدرسين يعبرون عن شكرهم لصندوق لا تأخير في التربية الذي ترعاه اليونيسيف وللشركاء الآخرين الذين بهذه الجهود في مساعدتهم ومساعدة طلاب آخرين في مخيمات بشمالي العراق من أجل تحقيق مستقبل أفضل لهم. شيماء 14 عاماً تقيم في أحد مخيمات النازحين في شمالي العراق تقول إن المخيم يخلو من وسائل اللهو واللعب ونقضي كل الوقت داخل الخيمة. من جانبه قال المدرس التربوي في محافظة الأنبار ياسين غزال إن هذا الوضع ليس بوضع مثالي، وإنه يسلط مزيداً من الضغوط الخارجية على الأطفال الذين هم أصلاً عانوا من مصاعب نفسية في أثناء المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي، وعانوا من التشريد والفقر وتفشي وباء كورونا. وأضاف غزال أن كل هذه الأمور تؤثر في الصحة النفسية والمستوى التعليمي للأطفال والطلاب. وأشار غزال إلى أن قسماً من الطلاب يفقدون تركيزهم حتى لو كنت أتحدث مباشرة لأحدهم، وكذلك يجدون صعوبة في متابعة الدروس والمذاكرة في البيت. وشدد التقرير على أن المنظمة الدولية تذكر أنه من أجل وضع حلول لتحسين الوضع التربوي في العراق وبالتعاون مع صندوق لا تأخير في التربية التابع لمنظمة اليونيسيف وبالشراكة مع منظمة إنقذ الأطفال، فقد تم البدء بدروس علاج نفسي ومواظبة دراسة في 4 مدارس للنازحين في شمالي العراق، تتضمن كذلك أنشطة دعم نفسي تشجع على الدراسة. حذر الكاتب الصحفي البريطاني باتريك كوكبر في مقال له في صحيفة آي نيوز، حذر من المخاطر المرتبطة بمحاولة دول كبرى كروسيا وبريطانيا وإيطاليا إبطال الانحدار الاقتصادي الذي تعاني، وأوضح في مقال له أنه يندر أن يكون الانحدار الوطني بالسوء الذي يبدو فيه إلى أنه يحاول أحد ما إبطاله. وقال إن المشكلة التي تواجه الزعماء الذين يتبنون برنامجاً لإبطال الانحدار هي أن التحديات التي تواجه بلدانهم تكون في العادة بالغة التعقيد ومتجذرة إلى الحد الذي لا يجدي نفعاً عمل أي شيء بشأنها، ولذلك فهم يلجؤون إلى تحميل اللوم على كواهل الآخرين من المهاجرين إلى صندوق النقد الدولي. وأضاف أن روسيا وبريطانيا وإيطاليا تختلف عن بعضها البعض في مدى ما وصلت إليه من انحدار، إلا أن أي منها لم تفلح في إفراز زعامات قادرة على التعامل مع ذلك الانحدار. إن البلدان التي تكون في حالة من انحدار وحوش كاسرة متقلبة المزاج، وقد تفرز قادة يسعون إلى إبطال عملية الانحدار من خلال المجازفة ببعض المغامرات التي لم تجرب من قبل، وعادة ما يثبت ذلك أنه أخطر بكثير مما كانوا يتصورون، ولكنهم لا يملكون التراجع لأن وجودهم السياسي نفسه يصبح حينها في مهب الريح. تظهر المتلازمة السياسية لاعتراض الانحدار في أكثر حالاتها فتكاً الآن في روسيا وبريطانيا وإيطاليا، ويفضي في العادة إلى نتائج مدمرة للذات من النوع الذي كان يمكن التنبؤ به. لكن أفجع محاولات الإحياء الوطني على الإطلاق هي تلك التي قام بها فلاديمير بوتين حينما غزا أوكرانيا في 24 من شهر شباط فبراير، معتقداً اعتقاداً جازماً أن جيوشه لن تواجه أي مقاومة. وفي حالة أدنى مستوى زعم كل من ليز ترايس وكوزاي كوارتينغ أن بإمكانهما إطلاق عملية إحياء وطني من خلال ميزانيتهما المصغرة والراديكالية في 23 من سبتمبر أيلول، إلا أنها ما لبثت أن ارتدت عليهما وانفجرت في وجهيهما.
عدد تقرير لمجلة ناشنال انترست العديد من المشاكل ونقاط الضعف التي يعاني منها الجيش الروسي في حربه في أوكرانيا، تتجاوز سوء الخدمات اللوجستية والقادة غير الأكفاء. وقال التقرير إن نقاط الضعف الهيكلية الحالية في الجيش الروسي هي نتائج الإصلاحات التي بدأت قبل 14 عاماً. وبحسب التقرير فقد كانت الفكرة الأساسية وراء الإصلاحات العسكرية الروسية هي جعل كتائب المشاة الآلية الشكل الرئيسي للتنظيم في ساحة المعركة، وكان من المفترض أن تحل هذه القوات محل الأفواج على الطراز السوفيتي التي اعتبرت بطيئة للغاية وغير فعالة خلال حملة أفغانستان في الثمانينيات والحرب الشيشانية الأولى والثانية. ويضيف الكاتب أنه بعد 8 أشهر من القتال في أوكرانيا والخسائر التي تكبدتها هناك، يبدو أنه حتى القادة السياسيين الروس يفهمون أن قواتهم التقليدية لن تساعد كثيراً إذا ما تعرضت بلادهم للهجوم، ومن ثم فليس من المستغرب أن يستخدم بوتين الخيار النووي بشكل متكرر للتعويض عن نقاط الضعف التقليدية. وحدة القيادة المهددة ليست الصداع الوحيد الذي تواجهه القوات البرية الروسية في أوكرانيا، فهناك تتفاقم هياكل القيادة غير الملائمة بسبب معدات الاتصالات القتالية التي لم تختبر أو التي عفى عليها الزمن. لم تعمل معدات الاتصالات القديمة بشكل فعال، إما لأنها كانت ذات نطاق محدود يبلغ 4 كيلومترات وتتطلب المزيد من معدات الدعم مثل شاحنات وأبراج الترحيل والمزيد من موظفي الدعم مثل سائق الشاحنات ومهندسي الاتصالات وكتبة التشفير، إلى جانب كتبة الشفرات ومشغلي ترحيل الاتصالات. هناك مهن عسكرية أخرى لا توظف بدوام كامل في أثناء وقت السلم، ولكنها ضرورية للعمليات القتالية. ووفق التقرير فإن أحد أهم نقاط الضعف في هيكل القوة الروسية الجديدة هو نموذج قيادتها. فالمنظمات العسكرية في كل مكان هي بطبيعتها مؤسسات محافظة، وأكثر من ذلك في روسيا. ويخلص التقرير إلى أن الجيش الروسي ليس جاهزاً لحرب على نطاق قاري، وبدلاً من ذلك فقد أنشأ الإصلاحيون منظمة عسكرية أكثر ملائمة للنزاعات قصيرة المدى ضد أعداء أصغر حجماً وأقل تجهيزاً وغير جاهزين. والآن مشاهدينا دعونا نتابع فقرة الكاريكاتير. برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم. اليوم يجب على الشعب العراقي ينتفض انتفاضة كاملة، يرفض كل هالسياسي. عمي ما عندكم سيادة ولا عندكم ولاء، انتوا ناس ذيولة جابتكم الاحتلال. هناك سخرية وغضب شعبي عراقي واسع على هذا القرار، قرار تسييج الجسور كحل لحد مظاهرة الانتحار. يا أخي العزيز، ماكو وجدان، ماكو ضمير، مو دولة، مو دولة. احنا فقراء على قد حالنا، ونرضى بالفقر ونرضى بالخبز والشاي، بس هم تعلموا مع الورق وعلى الدفاتر وعلى المليارات.
لم يكن أي من مواطني دولة قطر أو المقيمين فيها أن يتخيل قبل 10 سنوات فقط أن يصبح البلد الخليجي الصغير الهادئ على ما هو عليه اليوم قبل أيام من حلول موعد انطلاق مونديال كرة القدم 2022. فالتغيير طاول كل مكان، وكثير من المناطق باتت مختلفة كلياً عن ما كانت عليه قبل بضع سنوات. ولا يمكن لمن زار قطر قبل أن تحوز شرف تنظيم المونديال في نهاية عام 2010 أن يتخيل ما أصبحت عليه حالياً، حتى أن من يعيشون فيها أنفسهم لا يمكنهم بعد استيعاب حجم التغيير الذي حدث على الأرض. بحسب الصحيفة العرب الجديد، فقد ظهرت مناطق حضرية كاملة من أبرزها مدينة لوسيل، وجرى تطوير شامل للمناطق القديمة في المدن الرئيسة خصوصاً في العاصمة الدوحة، والتي باتت مدينة مختلفة تماماً عن ما كانت عليه في عام 2012، إذ شيدت فيها أغلب ملاعب المونديال الجديدة كلياً، كما شهدت افتتاح معالم حضارية كبرى منها متحف قطر الوطني ومكتبة قطر، وباتت تضم عشرات أسماء الفنادق التي لم تكن موجودة سابقاً. أقيم مهرجان اليقطين بنسخته 52 في مدينة هاف مون باي الأمريكية، وشهد التسجيل رقم قياسي لأكبر يقطينة، وجرى خلال المهرجان تنظيم مسابقة أكبر يقطينة على مستوى الولايات المتحدة، وفاز فيها المواطن ترافيس كينغز القادم من ولاية مينيسوتا بثمارة يقطين تزن نحو 1161 كيلوغراماً، ليحطم بذلك الرقم القياسي لأكبر يقطينة في أمريكا الشمالية. وجابت عربة تحمل اليقطين الضخمة شوارع المدينة الواقع على الساحل المحيط الهادئ وسط اهتمام كبير من الجمهور والحضور. والآن مشاهدينا نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. بنقدم تشكيل كبير من أنواع الصبار والعصريات، أنواع جديدة على المجتمع الغزي، بنحاول نشرها، نشر لمسة من الجمال. لا طبعاً، أنواع من الصبار كوليكتور، يعني مجموعة من أنحاء العالم كله. في عندنا صبار من جنوب شرق آسيا، من المكسيك، من أمريكا الجنوبية، من أمريكا الشمالية، عندنا صبارات من جنوب أفريقيا، من الصحراء الوسطى في أفريقيا، تشكيل من كل دول العالم تقريبا. حاولنا نحصل على الصبارات المشهوره عندهم. هذا الطير انا بربيه وانا عمري 13 سنه، اليوم عمري 50 سنه بهتم فيه وبهجن منه وبطلع انتاج منه، خبره يعني الحمد لله. لكن اليوم احنا بنعاني من الحصار. اليوم انا بستورد حمامه ب 3000 دولار، كنت ابيعها ب 3000 شيكل من اولادها زغاليل، اليوم ببيعه كبير ب 500 شيكل بسبب الحصار، لانه الحمام هذا كثر عندي. كتر ما مزل الحمام على المعارض عندي بالذات وعلى النت وبت مباشر، صار العلف اللي يجينا مسموم. اليوم بغسل العلف اللي بيجي من إسرائيل مرة واثنين وثلاثة، بيجي مسموم. في سلمونيلا، السلمونيلا هذه بتقتل الحمام، وما عندناش دواء إلا الدواء إلا بيجي من برا، وحصار ممنوع يدخل. البيئة الفلسطينية تعاني من الاحتلال من خلال المقذوفات التي تقذف على الأرض الفلسطينية، مما يساعد أو يساهم في تدهورها من حيث جودتها ومن حيث صلاحيتها للزراعة. وأيضا قطاع المياه يعاني معاناة شديدة جدا من حيث الكمية. وبهذه الفقرة تنتهي حلقة صدى الأقلام لهذا اليوم. نشكر لكم طيب المتابعة ونلقاكم على خير.